السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جايب لكم شرح عن ريورد كودير. أول شيء هو الباسيف، في شغلة اسمها اويكنينج. الحين هي إذا كسّت الابيليتي وكان البار عندك أحمر تقدر ترد تكسّتها مرة ثانية وتصير أغلى. والمونك ترينينج الباسيف أن كل ما تكسّت ابيليتي وتطق طقتين يجيك أتاك سبيد حق طقاتك ثنتينهم و 5% يرد كول داون الاويكنج. مثلا البار هذا لما اطق طقتين شوف كول داون قاعد يرد بسرعه لما اكسد حركه واطق طقتين. الكيو مال يدير الحين يعطيك 20% اتاك سبيد ويدمج فيزيكال، والطقتين اللي تطقهم لما تطق الكيو يدمج 3.2 على الماكس اتش بي فيزيكال دامج. مع الاويكنينج يعطيك 32% اتاك سبيد ويدمج 11% ماجيكال دامج. ونقدر نقول انه نفس كازكس الكيو مال كازكس، اذا كان التارجت بروحه يدمج اكثر واذا كانوا ثلاثة يصير جمب بينهم. اوريك هذا على ثلاث تارجتات، هذا على تارجت واحد. الحين بتكلم عن دبليو دير، تعطيك شلد واول طقتين تعطيك لايف ستيل مثل ما انتم شايفين، والاويكنينج يعطيك شلد اكثر وريستور هيلث ولايف ستيل طقتين. ولما تطق دبليو مرتين بيحوشك دبل شلد مع ريستور هيلث ولايف ستيل. الاي نفسها تعطيك موفمنت سبيد وستان بسيط على التارجت، اما بالاويكنينج تعطيك موفمنت سبيد اكثر بشوي بس انكم تصيرون اميون للروت. والحين بنتكلم عن الارم على تيودير اللي كانت الفينكس، لما تطقونها الحين يصير حواليكم نار يدمج بير سكند ماجيك بير سكند طبعا، وبطقة الاويكنينج يحط النار هذه على التارجت وتمشي وياه ويدمج عليه بير سكند بعد. شكرا لمتابعتكم واتمنى انكم استفدتوا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب، وحياكم الله.